ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا مروه، لو اول مره تشوفوني اهلا بيكم في قناتي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وكمان تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. يلا مع بعض نبدا الفيديو. بصوا، هنا الدرج كله مليان كركبه، وحاسه فيه بفوضى كده وعدم نظام. انا وانا بنظف النهارده حبيت ان انا انزل كل الحاجات الموجوده علشان نتعلم مع بعض ازاي نرص الدرج بطريقه سهله وكمان يكون منظم اكتر. بصوا بقى، هنا شكل الدرج قبل وبعد. تعالوا مع بعض يلا نشوف ايه اللي انا استخدمته وايه اللي عملته. هبدأ بقى ان انا استخدم الجلاس بتاعي او استخدم اي حاجة انا هنضف بيها الخشب. اهم حاجة ان احنا نحطه على فوطة، ما يكونش على الخشب مباشرة لانه بيبقى غلط جدا. دلوقتي انا فضيت الدرج تماما من كل حاجة، وهبتدي بقى امسحه كويس قوي علشان لما اجي ارص الحاجة بتاعتي يكون نظيف. طبعا من الوقت للتاني بنحاول كده ان احنا نفضي الادراج بتاعتنا ونعمل لها اعادة ترتيب. لو احنا في حاجة محتاجين نحطها مكان حاجة، انا هوريكم الحاجات اللي انا بنظم بيها الادراج. ده هنا المنظمات بتاعت ايكيا، بجد ممتازة جدا وحلوة قوي. دوت الباكت فيه 6 قطع، 2 كبار زي الشكل ده، واتنين كمان مستطيل، واتنين صغير. هوريكم دلوقتي كمان الصغير بتاعه. ده كان سعره عامل 200 جنيه، في منه اللون الابيض واللون الاسود، وده كمان ده كده في منه 2، والمربع الكبير 2، وادي دوت الصغير. بجد تحفة جدا، بياخد حاجات جميلة وكمان سعره حلو. انا جبت منه 2 ابيض واتنين اسود، وكل باكت زي ما قلت لكم فيه 6، فبجد عدده حلو جدا. بصوا السوسته بتاعته كمان حلوه، ان هي ملهاش من تحت ايد، فبتكون ناعمه كده وملساء، بتيجي تحطيها في الدرج مش بتعمل اي احتكاك او حاجه. بصوا هنا وهو جاي، حبيت اقفله لكم عشان اوريكم شكله وهو مقفول. هو بيجي بالمنظر ده، الـ6 مع بعض. هو الباكت الواحده فيها 6 قطع، بس بجد جميل جدا وعملي وبينظم كتير الدراج بتاعتنا. انا مستخدمه منه للاوضه بتاعتي، ومستخدمه منه كمان الاسود لاوضه الولاد. ممكن تقدروا تجيبوا اللون اللي انتوا عايزينه على حسب الاوضه بتاعتكم. انا هنا مستخدمه الابيض، بجد حلو قوي. وكمان بصوا عميق ازاي، هبقى اسيب لكم المقاسات بتاعته بالظبط في الديسكريبشن علشان لو حابين. ادي اهو شكلهم، ده كده الباكت كله عشان تبقوا عارفين كل الانواع وهي واضحه قدامكم. بصوا هنا انا ابتديت ارصه في الدرج، حبيت ان انا احط انا درج السريحه بتاعي، مساحته ما اخدتش الـ6، بتاخد 2 صغيرين و2 مستطيل وواحد مربع من الكبير. هو احجامهم يعني كويسين جدا. بس الدرج التاني هبتدي انظمه معاكم واحنا بنحطه. حلو جدا، سهل كده في الاستخدام، وتقدري تحركيه براحتك تحطيه بكل سهوله، وكمان بياخد يعني عدد يعني قطع كتير، فحلو كده وعملي. بصوا انا هنا هحط الكبير، هو حجمه كويس قوي، هبقى اسيب لكم المقاسات بتاعته. وهنا القطعه المستطيله كده، ممكن نحط كمان القطعتين الصغيرين. طبعا بقى على حسب كل واحد واحتياجاته. ساعات بعد ما برصهم بحس ان انا وانا بفتح الدرج وانا واقفه مثلا في ناحيه اليمين بيبقى سهل عليا، قريب اكتر للمرايه، لو واقفه طبعا من جنب التاني. فانتوا بقى موضوع الرص ده على حسب الارتياح وعلى حسب كل واحد ايه الحاجه اللي هو بيستخدمها. بصوا اخد كده الدرج كله، كده فاضل واحده بس اللي هي الكبيره، فانا حطاها في الضلفه التانيه بتاعه السريحه. كمان في حته هنا صغيره قوي فاضيه، فديت مش واخده يعني واحده كامله او كده. بصوا هنا شكله جميل جدا، وكمان بياخد حاجات جميلة، والمساحة بتاعته حلوة وسهل جدا التنظيف. انا بخلعه وممكن امسحه بمية عادي، بقماشة نظيفة وفيها مية، او ممكن يتغسل وبينشف بسرعة لان هو الماتيريال بتاعته عاملة زي المشمع شوية، فبجد حلو قوي وناعم، فما بيلمش اي اتربة او حاجة. بصوا انا حطيت مثلا الشكل دوت، التنقل فيهم حركتهم سهلة جدا، مش بياخدوا اي حاجة. بصوا بعد ما رصيت الدرج شايفين قد ايه منظم جدا، حطيت كل حاجة لوحدها. بجد انا بقالي تقريبا حوالي 3 سنين بستخدمهم. بصوا لونهم ابيض زي ما هم، بمسحهم باستمرار وبطلعهم وبرجع ارتمهم، وده درج بنوتي.
بجد يعني منظم قوي وكل حاجة محطوطة كده واضحة غير الأول خالص، كان فيه فوضى. فأنا قلت بقى بما إني هعمل هنضفهم وكده، فحبيت إن أنا أشارككم بالفيديو دوت عشان لو حد عجبته الفكرة يجيبه. بصوا الحاجة كلها منظمة، أنا حاطة البافيتات كلها والآيس كابات في واحدة، وحاطة التوك في واحدة تانية والشرابات في واحدة تانية، فكل حاجة موجودة كده قدامك تبقى واضحة، والهدوم برضو بتاعتها، فبتكون حاجة عملية كده ومريحة بجد. اكتر حاجة بتريح النفسية ان انت تيجي تاخدي حاجتك تلاقيها موجودة في مكانها. بجد النظام حاجة جميلة جدا، فياريت كلنا كده نبتدي نرص الدروج بتاعتنا بطريقة حلوة. كمان عايزة اقول لكم، انا قبل ما استخدم المنظمات ديت كان عندي فكرة، لو حد حابب ان هو يجربها ومش عايز يجيب المنظمات، ممكن بورق كرتون عادي جدا بتغلي فيه باي ورق انت حباه، وبتبتدي تقصيه على الشكل اللي انت حباه وتلزقيهم مع بعض كده بالمسدس الشمع، بتعملي نفس فكرة المنظمات دي بالظبط، وبتبتدي تركبيها. بجد حلوة قوي وبتفيدكم. الفيديو لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وكمان تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. باي باي.